أكد سعادة السيد عبد الله بن عادل الفخر وزير الصناعة والتجارة الحرص على الاستمرار في ضمان انسيابية الحركة التجارية في الأسواق ووضع الحلول المناسبة التي تعود بالإيجاب على جميع الأطراف. ونوه الوزير فخر إلى أهمية الأسواق التجارية العريقة مثل سوق المحرق ودورها البارز على المستوى المحلي والخليجي، وما تحظى به هذه الأسواق من متابعة واهتمام مستمر من الحكومة نظرا لقيمتها التاريخية والاقتصادية. جاء ذلك خلال قيام سعادة الوزير بجولة تفقدية في سوق المحرق بحضور سعادة السيد سلمان بن عيسى بن هندي المناعي محافظ محافظة المحرق، حيث التقى بعدد من التجار ورواد السوق، وذلك في إطار سلسلة الزيارات التفقدية التي يقوم بها سعادته لأسواق مملكة البحرين بهدف الوقوف على واقع الحركة الاستهلاكية في البلاد. وخلال الجولة اطلع سعادة الوزير على الوضع العام لسوق المحرق إلى جانب انسيابية وصول المنتجات وتوافر السلع والكميات الملائمة والمطروحة في الأسواق، بالإضافة إلى حركة البيع والشراء ومدى توفر جميع أصناف السلع والمنتجات والخدمات بأسعار متوازنة، والتعرف على مدى استفادة التجار والمستهلكين من العروض الترويجية والتخفيضات التجارية في موسم الأعياد الوطنية. كما استمع سعادته لمجموعة من المقترحات التي قدمها تجار السوق.